مساء الخير على حضراتكم، ويا رب الجميع يكون بألف خير وسعادة. جميع أندية العالم بتلعب البطولات علشان تاخد جوائز مالية وترفع الألقاب، ده الطبيعي وده اللي موجود في كل حتة في العالم. لكن انت عمرك شفت نادي بيلعب البطولات علشان لما يحرز لقب يتم توقيع عقوبات عليه أو غرامات مالية؟ أكيد عمرها ما حصلت. ولكن في الركن البعيد الهادي عزيزي المتابع، في نادي واحد في العالم كل ما ياخد بطولة يتم توقيع عقوبات عليه، والفلوس اللي بياخدها كجائزة من هذه البطولة بتتاخد منه تاني كغرامة. النادي الوحيد في العالم اللي ممكن بعض جماهيره تيجي تقول اليوم اللي بناخد فيه بطولة بيبقى يوم ما يعلم به الا ربنا، يبقى ناخد بطولات على ايه؟ وانا من وجهة نظري شايف او فهمت دلوقتي ليه نادي الزمالك ما بيحرزش ألقاب، لان بيعمل قلق كبير جدا بالاخص في الفترة الاخيرة. كل ما ناخد بطولة بنعمل قلق جامد جدا جدا جدا. عايز المتابع اعمل لك فلاش باك وبعد كده هيجي لك بالجديد. نادي الزمالك عندما فاز بالكونفدرالية الافريقية مثلا قدام فريق نهضة بركان، تم توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك بقيمة 300,000 دولار وحرمان نادي الزمالك من جماهيره في أربع مباريات بسبب ان كل لاعب جاب اهله معاه ينزلوا يشيلوا البطولة ويحتفلوا في احتفالية تضحك. وشيكابالا كابتن نادي الزمالك والاسطورة لجماهير نادي الزمالك والكرة المصرية من وجهة نظر الكاسرين يعني، جاب ابنه ياخد الكاس من متسبي والدنيا كانت جميلة جدا، ومطلعش اي تعليق من مجلس الادارة، والناس شافت ان دي حاجة عادية مدام الولد مبسوط خلاص. وطلعنا واتكلمنا، ولكن الجميع كان شايف ان دي حاجة عادية جدا، ومجلس الادارة لم يحرك ساكنا. تنتهي الامور على كده؟ لا، بعد الكونفدرالية اكيد في سوبر افريقي. تيجي بطولة السوبر الافريقي اللي لسه طالع عقوبات بسببها حالا منذ لحظات من الاتحاد الافريقي لكرة القدم لنفس الاطراف، وتلاقي الاسامي نفسها ثابتة. نادي الزمالك فاز بالسوبر الافريقي، ده حاجة عظيمة جدا، ولكن اللي حوشناه حرفيا صرفناه. نادي الزمالك فاز على النادي الاهلي وخد البطولة. طب انت بتاخد البطولة ليه؟ عشان القيمة المالية في ظل ظروف مالية صعبة في نادي الزمالك. 500,000 دولار كان الزمالك في حاجة ماسة ليهم، ولكن احنا عشان جامدين جدا راحوا ال 500,000 دولار. توقيع عقوبة مالية قدرها 410,000 دولار على نادي الزمالك من اصل 500. بقى لنا 90,000 دولار، جامدين جدا. 90 حلال احسن من 500، مش كده صح؟ عفوا، 300,000 دولار عقوبة مالية على نادي الزمالك بسبب الانسحاب او التلويح بالانسحاب، دي اسهل حاجة بتتقال. وايقاف 3 مباريات لمحمود عبد الرازق شيكابالا، اللي تقرير الاتحاد الافريقي بيقول ان هو اللي حرض لعيبة الزمالك على الانسحاب من هذه المباراة قدام النادي الاهلي في السوبر الافريقي. و10,000 دولار غرامة على ناصر منسي بسبب الاحتفال اللي عمله، مش قادر اعمله عشان ماركة طبعا بيتلكك. فاذا الجائزة كلها راحت، ايقاف لشيكابالا، ايقاف لناصر منسي، و100,000 كمان محطوطين على جنب كده لو انت ما سمعتش الكلام هيتخصموا منك، يعني 300,000 خصم فعلي زائد 10 خصم فعلي زائد 100 متجمدين. من اصل كام؟ من اصل 500 بقى لك 90,000 دولار. علشان احنا بنحتفل بطريقه مختلفه، مزاجنا وشوقنا كده. لو كنا مفيش على مزاجنا نعمل اللي على مزاجنا احنا. واللي مش واللي هيعترض وهيجي يقول ان الامور ديت مش كويسه واللي بيحصل ده غلط مش هيطلع في الاعلام، ولازم تشيد وتقول ان دي كده بالمنظر ده اكبر قلعه رياضيه مع مجلس الاداره. عزيزي المتابع، مجلس الاداره اللي توقعنا انه هيجي يعمل تغييرات كتير جدا للاحسن والافضل في نادي الزمالك، ولكن مع الاسف الشديد الزمالك بيتراجع بشكل يضحك مع قرارات غريبه، مع استعراض للعضلات، مع اسهل حاجه انسحابات، غير اللهم الا كمان الانسحاب ما حدش ينساه بتاع النادي الاهلي اللي اتعمل وكان هديه وما حدش فهمه لحد النهارده، اللي انسحب النادي الزمالك من امام النادي الاهلي بقرارات من مجلس الاداره، وبسببه النادي الاهلي خد بطوله الدوري على طبق من ذهب وشكر نادي الزمالك. تنتهي الامور على كده؟ ادي غرامه 500,000 دولار انت محتاجهم جدا عشان تجيب اي صفقات وخلاص سيزون او الميركاتو في مصر قفل، راحوا كلهم. قبلها كمان حرمان من جماهيرك بسبب الزيطه وفرح العمده اللي اتعمل في الاحتفاليه بتاعه الكونفدراليه قدام نهضه بركان بعد فوز نادي الزمالك، وشفنا احنا التنظيم والشكل العام وكل الكلام ده، وبرده كانوا بيلبسوها الناس تانية
ويجي يقول لك الاطراف الثانيه هي اللي غلطانه، ولكن في النهايه حضراتكم شفتم الغرامات اللي نزلت على نادي الزمالك، ودلوقتي كمان على شيكابالا مره ثانيه. شيكابالا اللي موجود في كل حاجه، ولكن البعض للاسف يعني مش فارق معاه، الزمالك يتضر يفقد القاب. شيكابالا اللي في مباراه الاهلي والزمالك الاخيره في بطوله السوبر المصري قرر ان هو بمزاجه يلعب الركله الاخيره، لان هو شايف ان هو عايز يحتفل ويفرح، رغم ان ده مش دوره ودور اللاعب مش لاك، ولكن هو قرر ان هو اللي يشوط، وبعد كده اهدرها، وهو اصلا مش بيصوب ركلات جزاء عشان تروح بطوله على نادي الزمالك، ومحدش علق ولا الجهاز الفني اتكلم، براحته. نادي الزمالك كمان اللي تم توقيع عليه عقوبه وغرامه في السوبر المصري في مباراته قدام فريق بيراميدز، وعقوبه بقيمه 600,000 درهم او بما يوازيها بالدولار الامريكي، وهي بتعمل تقريبا حوالي 9 مليون جنيه مصري، وجائزه الفوز على بيراميدز اصلا كانت 125,000 دولار، يعني تقريبا الزمالك هيدفع ويكمل من جيبه في مجهود اتعمل وراح، مجهود اتعمل وراح. الزمالك انا شايف الحقيقه ما يلعبش على الالقاب، لاننا لما بنلعب على الالقاب بندفع، واللي بناخده بنصرفه، وفي الاخر بنيجي نسال هو احنا بنفلس ليه؟ نادي الحقيقه واللعيبه اللي فيه عايشين ان هم كلهم رامبو، رامبو كيفي ومزاجي، هنسحب هتمشي على كيفي هلعب، مش هتمشي هنسحب، خدت بطوله هعمل لك نوش، ما خدتش بطوله برضه هعمل لك نوش، ومجلس اداره قاعد بيتفرج وبيقول لك لازم تقول ان دي اكبر قلعه رياضيه. ايام غريبه وعصر غريب وزمن غريب، ونادي ما بيدخلش جنيه واحد، واللعيبه كلها رامبو، وثلاثه اتحبسوا وغرامات ماليه وايقافات، والاتحاد الافريقي جرسنا، والاتحاد الدولي موقفنا، زيطه زيطه يا ابو الحاج. ربنا يصبرنا، وانا مش هتكلم في عصر غريب عجيب مريب، الزمالك ما بيدخلش 2 جنيه في جيبه، واللعيبه كلها رامبو، اللعيبه كلها حرفيا رامبو. وانا شايف يعني ما ينافسوش، لان الحقيقه لما بناخد القاب بنعمل قلق، والله حتى لو ما خدناش برضه بنعمل قلق. ده كان خبر مهم جدا حبيت اقوله للي عايز ياخد باله، واللي عايز يعرف ان الزمالك ما بيدخلش فلوس ليه، اديك دلوقتي عرفت ليه ما بيدخلش فلوس، لاني انا والله العظيم مش عارف اختار الفاظي عشان اوضح اللي بيحصل. حاجه تحزن في نادي عظيم اصبح بقى فيه شويه ناس جامده، كل اللي فيه جامدين جدا جدا، وكل اللي فيه ما شاء الله بيلعبوا جيم، محدش عارف يوقفهم، والانسحابات على ايه بسم الله ما شاء الله بالزوفه، وزيطه وفرح العمده ومحدش قادر عليهم. شابوه يا رجاله وكملوا، والله نور، بتمحوا تاريخ اسم نادي الزمالك تماما. اخر خبر قبل ما اقفل معاكم، كهربا تم العفو عنه في النادي الاهلي بعد ما رحل، وبعد ما شوية الناس فرحت، وبعد ما قالت خلاص ادي كهربا اللي انتوا خدتوه هديتي ليك الخطيب، في النهاية الموضوع بيتقفل وتوتة توتة بعد تمليصة ودان، واللاعب التزم ونزل اتمرن في مختار التتش، رغم ان لعيبة النادي الاهلي كانت بتكمل البطولة في الامارات، لتنتهي القصة. ومحمد رمضان المدير الرياضي في النادي الاهلي بيعلن انتهاء الازمة تماما، لا يوجد ازمات في النادي الاهلي. انا هكتفي بكده، سلام عليكم.